انتوا لسه بتسمعوا برنامج البورصة مع إيمان شلبي على بيتر توداي بيت الصناعة. مستمعينا رجعت لكم مره تانية، لسه مكمله مع حضراتكم برنامج البورصه النهارده على راديو بيتري توداي. بكون معاكم كل يوم من السبت للخميس من الساعه 1:30 للساعه 2:30 ظهرا، بنتكلم مع بعض في كل حاجه تخص الصناعه والارقام ومؤشرات السوق ما بين طالع ونازل. يمكن المداخله اللي فاتت كانت مع مهندس هاني الكميلي، كان بيتكلم على الذره والصويا واهميه زراعتهم الفتره الجايه واهتمامنا في مصر بان احنا نحط الاليه او الحاجه اللي تساعد الفلاح أو المزارع ونديله آليات تطبيقها، وكمان نهتم بتسويق المنتج ما بعد زراعته لحد بيعه وضمان سعر عادل للفلاح. الدولة طلعت قرار ان يتم زراعة محاصيل، وفي زراعة تعاقدية، وفي سواء ذرة أو صويا، وكمان اللي كان بيطالب بيه مهندس هاني ان يكون فيه مجففات علشان تخلي جودة الذرة الصفراء المصرية تعادل الجودة الجاية من بره المستوردة علشان يتم استخدامها ونوصل للهدف اللي احنا محتاجينه منها. خلوني بقى ارحب بضيفي دلوقتي مهندس احمد فايد، نائب مدير شركة البنا جروب للانتاج الدجاني. باشمهندس اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا وسهلا بجميع مستمعين راديو بيتر توداي. خليني اقول ان حضرتك منورني دايما سواء هنا على الراديو او في البوابه او في اي مكان، حقيقي شكرا جدا لحضرتك، وربنا يا رب يجعل علمك في ميزان حسناتك وينفع بيه الناس يا رب. سعيد جدا بتواجدي دايما وسطكم. ربنا يخليك يا هندسة. يمكن حضرتك كنت برضو من الناس اللي عملوا تعليق كده على بوست منزلاه بقول فيه العالم كله بيتجه نحو أو بيدعو إلى عمل بروتين نباتي بديلا للبروتين الحيواني. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده بالذات؟ ولكن قبل ما أسألك أو أديلك كده المايك تتكلم فيه، أشير لحاجة، هل البروتين النباتي ده هيقدر يعوض البروتين الحيواني؟ جسم الإنسان محتاجه علشان يعيش، الخلايا بتاعته تتكون، فهل الإنسان هيقدر يستغنى عن البروتين الحيواني؟ هو في الحقيقة فندم الموضوع ده غاية الأهمية في الفترة الحالية. الحكومات على مستوى العالم هي تضخ كمية أموال رهيبة وهائلة في استثمار علمي وبحثي لإيجاد حلول لندرة البروتين. هذا لا يعد رفاهية من الحكومات، ولكن دي ضرورة حتمية. في البداية من المتوقع وصول حجم سكان العالم في عام 2050 لـ 9 مليار واحد على كوكب الأرض، ده رقم كبير جدا. أكيد طبعا الموارد الموجودة حاليا سواء موارد نباتية أو موارد حيوانية لا تكفي مثل هذا الاستعداد. بالتالي دفعت الحكومات لإيجاد بدائل من خلال طبعا البحث العلمي، هو السبيل الوحيد وهو طوق النجاة الوحيد لهذه البدائل. ولكن في الحقيقة أنواع البروتين الموجودة أو بروتين حيواني أو بروتين نباتي كلاهما يستطيع الإنسان ويستطيع الجسد والجسم البشري تحديدا التعامل معهم أن هو يعيش ويتخذه كمصدر للتغذية، ولكن يرتبط بشكل كامل بثقافة المستهلك. على سبيل المثال دول شرق آسيا يفضلون البروتين النباتي على البروتين الحيواني. بنشوفهم في فيديوهات منتشرة كبيرة جدا وتبحث علمية لهم القدرة أنهم يأكلوا أنواع معينة من الخنافس والصراصير وأنواع معينة من الزواحف. ما هم بياخدوا بروتين من الزواحف والصراصير. مظبوط يا فندم، مظبوط. على العكس تماما في الشرق الأوسط هنا ثقافة المستهلك تندرج أكثر أو تتجه أكثر ناحية لحوم الإبل ولحوم الأنعام ولحوم الدجاج التي تعد من أفضل الأطباق المشهورة في الشرق الأوسط عالميا. فده ردي على سؤال البروتين الحيواني والبروتين النباتي. حضرتك كان ليك تكملة على في الكومنت اللي كنت عامله بتتكلم على مستقبل الانتاج الحيواني، فممكن حضرتك كده تقول لنا توقعاتك للفترة الجاية بالتحديد بقى عندنا في مصر؟ هو لو جينا نتكلم الأول عن مستقبل الانتاج الحيواني، خلينا نجيبها من المنظور العالمي الأول. الموضوع مقلق جدا وخطر جدا. حجم الانتاج الحيواني وخاصة الدجاني كتخصص كمتخصص دقيق في هذا الامر بيرتبط بعوامل كثيرة جدا، منها الازمات المناخية ومنها الاحتباس الحراري ومنها ندرة المياه وتربية المواشي. حضرتك المعلومات ان المواشي بتستهلك 8% من المياه الموجودة على
سطح الارض، التلوث الناتج من غازات الميثان، التلوث الناتج من الامونيا الناتجه من اعنابر الدواجن وغيره وغيره، ادى كبرى الشركات وكبرى المستثمرين لضخ اموال في ابحاث علميه الى انتاج ما يطلق عليه الجرين ميت او ما يطلق عليه انفيترو ميت، اللحم المصنع او اللحم المستزرع. وده يعتبر من احدث الصيحات اللي انشئت في العالم، انشاتها شركه ميمفيس ميت، ودي شركه تابعه للمستثمر الاكثر ثراء على وجه العالم بالغرب. استطاعت من خلالها ان هي تستزرع اللحم الصناعي داخل الاطباق من خلال خلايا جذعية، وتعاقدت معها شركة ماكدونالدز سنة 2019 لإنشاء أول قطعة همبرجر من أصل مصطنع. الأمر مقلق، الأمر مقلق للغاية وليس مبشر تماما. الأمر بيشبه لأن الروبوتس أو التكنولوجيا بتحل محل البشر في الشغل، هنا احنا عندنا دلوقتي قطاع كامل وثروة حيوانية بتحل مكانها التكنولوجيا برضو، ولكن من ناحية المصنعة أنا بصنع أكل بحطوله شوية مكسبات طعم وغيره وبصنعه. ده حقيقي يا فندم، حجم الاستثمار البديني في مصر تراوح 3 مليون عامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حجم الاستثمار أكثر من 100 مليار الجنيه المصري، حجم الانتاج بتاعنا 13 مليار بيضة. كل العاملين دول هيتأثروا في حالة إذا كان تم تعميم هذه الصناعة أو أحد الشركات أو رواد الأعمال العرب تدنى مثل هذه الفكرة في الشرق الأوسط والوطن العربي. الحقيقة أنا لا يعني لا أنتمي إلى هذا الاتجاه بشدة، وأفضل العودة إلى الطبيعة مرة أخرى، ولكن لابد من إيضاح خطورة الأمر بشكل كلي. لابد من تنظيم هذه الصناعة ووضع قوانين من قبل الحكومة المصرية وغير المصرية للحفاظ على المنتجين في هذا الأمر. الموضوع مرعب حقيقي، يعني دايما بتلاقي الانسان خايف على شغله. تخيل انت بقى مش خايف على شغلك بس الروبوتس تاخده، لا الروبوتس دي عملت لك، انت مش محتاج تربي، انت مش محتاج تنتج اصلا، انا هجيب لك اكلك جاهز. عندهم 10 خلايا جذعية، 10 خلايا جذعية معمليا كافيين لانتاج 50 طن لحم. 10 خلايا جذعية فقط مصطنعة او مستزرعة في اطباق في المعمل، بتوفير بيئة تشبه النمو الطبيعي بالنسبة للطائر، إلى بإنتاج 50 طن لحم. حجم الاستثمار مغري لأي مستثمر. مغري ومرعب، يعني مغري ومرعب. مظبوط حضريا، أنا يعني على المستوى الحقلي 50 ألف طن تربية شيء مكلف جدا ومرهق جدا ومحتاج عمالة كبيرة جدا ومحتاج استثمار عالي جدا، وفي نفس الوقت بيبقى طول فترة الإنتاج في منتهى القلق من الهجمات الفيروسية، من الهجمات البكتيرية، من الأزمات الأزمات الأعصاب الجوية. ولكن أنا كمستثمر لو يعني بحثت الأمر 50 ألف طن من 10 خلايا جذعية ومنتهى البساطة والسهولة، فموضوع مختلف تماما إن لم نجد حل لدعم هذه الصناعة حتى تضحض الأفكار العلمية الشاذة مثل هذه الأفكار، سيكون الأمر كارثي. صحيح. باشمهندس حضرتك كنت نازل امبارح، او يعني ليك جزيل الشكر فعلا انك بتحاول توعي الناس بخطوره او التعامل مع الدواجن المجمده، واسف ان انا بنقلك طبعا من مكان لمكان تاني، ولكن هو كله بيدور في نفس النقطه وهو البروتين. فحضرتك كنت نشرت مقال كده عندنا بتتكلم فيه على ان ايه ازاي تتاكد ان المنتج ده صالح للاستخدام او لا، فممكن في بوينت السريعه كده توضح للساده المستمعين دلوقتي، لان الموضوع ده شاغل تفكير ناس كتيرة جدا وبيتم تداوله بصورة حقيقي مرعبة ما بين المؤيد والمعارض، ما بين اللي بيشكر في المنتج وما بين اللي بيقول ده سيء جدا. فممكن تقول لنا ايه الاسس اللي اقدر احكم من خلالها هل المنتج ده صالح للاكل او لا؟ ولكن ده يعني ممكن نتناقش فيه بعد ما نطلع فاصل سريع كده، نسمع أغنية لطيفة محضرالنا مهندسة هاجر، وعشان استاد المستمعين كمان يعني جهزوا نفسهم كده يعني استقبال بعض القواعد كده اللي يمشوا عليها، ونرجع نكمل مرة تانية. أوكي مستمعينا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية، هنتكلم بقى عن الدواجن المجمدة، وهنجاوب على جزء كبير جدا من أسئلة حضراتكم الخاصة بإزاي أتعامل مع المنتج ده وهل هو صالح إن أنا أستخدمه أو لأ، وإيه هي الأسس اللي أقدر أحكم من خلالها على ده بشكل علمي. استنونا بعد الفاصل، هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية.
انتوا لسه بتسمعوا برنامج البورصة مع إيمان شلبي على بيتر توداي. بيتر توداي بيت الصناعة. مستمعينا رجعت لكم مرة تانية، لسه مكملة معاكم حلقة النهاردة من برنامج البورصة، معاكم أنا إيمان شلبي، بكون معاكم كل يوم من السبت للخميس من الساعة 1:30 للساعة 2:30 ظهرا على الهواء مباشرة، بنتكلم مع بعض في كل حاجة تخص الصناعة والأرقام وكل حاجة بتشغل بال حضراتكم، سواء كنت منتج مستثمر مربي أو حتى كنت مستهلك بتوصلوا السلعة في النهاية. وبمناسبة أننا بنتكلم عن المستهلك المستفيد بالسلعة دلوقتي، فلسه مكمل معانا مهندس أحمد فايد نائب مدير شركة البنا جروب للإنتاج الداجني. باش مهندس أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالجميع المستمعين. ربنا يخليك يا هندسة. الصوت بس عند حضرتك مش واضح شوية. مع حضرتك يا فندم. طيب تمام. كنا بنتكلم ان احنا هنتناقش دلوقتي في الفقرة دي بعنوان ازاي تتعامل مع المنتج اللي جاي لك ده وتعرف هل المنتج ده صالح للاستخدام او غير صالح. أكيد طبعا يا فندم. في البداية الدجاج ينقسم إلى قسمين، دجاج مبرد وده صلاحيته بتبقى من عمر يوم لحد 7 أيام صلاحيته بالنسبة للتلاجة، وده بيحفظ في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية اللي هي درجة حرارة تلاجة المنزل. النوع الثاني وهو الدجاج المجمد وهو الأكثر رواجا عندنا في مصر. الدجاج المبرد يعني حاجة مش جديدة، هي موجودة في الخليج وموجودة في مصر في الهايبر الكبير قوي، وليها شريحة كبيرة جدا من المستهلكين بيستخدموها وهو الأفضل من وجهة نظري في الاستهلاك. الدجاج المجمد في منه ثلاث أنواع، دجاج ذات صلاحية 3 شهور و6 شهور و9 شهور، وفي بعض الأنواع ممكن توصل ل 12 شهر، ولكن يعني هي مش موجودة في الأسواق المصرية. في بعض الخصائص أو بعض العمليات، مش هنقول خصائص، بعض العمليات التي تجرى على الدجاج بصفة معملية وبصفة ميكروبيولوجية حفلية نقدر من خلالها نحدد جودة المنتج المستهلك. من الصفة المعملية هو الفحص الهيستولوجي للذبيحة، بنقدر من خلالها نحدد هل الذبيحة عليها أي نوع من أنواع أمراض البيرتيكلي زي السلمونيلا بلورم مثلا، ودي بيتم إعدام الذبيحة تماما في حالة تواجدها على جسم الذبيحة. الفحص ده بيجرى معمليا في الحجر الفطري وفي الحجر الزراعي في المواني وفي المطارات، والمستهلك الطبيعي أو المستهلك البسيط المواطن العادي لا يستطيع اللي هو يقدر يعمل هذا الفحص، ولكن عندنا طريقة تقليدية أو طريقة مورفولوجية ظاهرية خارجية نقدر من خلالها نحدد جودة المنتج ده. في البداية نقولها في نقاط سريعة كده، أكياس التعبئة. في حالة إذا كان كيس التعبئة أو الغلاف الكفر الموجود على الذبيحة ظاهر منه أي جزء من الذبيحة، فده يدل على رضاء عملية التعبئة والتغليف والنقل والتداول. إذن عشان نبقى في الستيت سايد بتاعتنا لازم أن احنا نبعد عن الذبيحة دي تماما وأن احنا ما نستخدمهاش. من النقطة الثانية وهي اللون. اللون عامل محدد جدا لجودة الذبيحة. اللون المتاح للذبيحة أو اللون المسموح به هو اللون الوردي الفاتح لجلد الذبيحة، لأن الجلد طبعا جزء دهني أو يحتوي على جزء دهني كبير، وتأكسده وتأثره بالعوامل الخارجية بينعكس على الذبيحة. فبالتالي في حالة إذا كانت الذبيحة لونها وردي فاتح فده يدل على أن الذبيحة دي طازجة ذات تخزين مناسب، ذات تداول مناسب، ذات ذبح وعمليات تداول كويسة جدا أقدر من خلالها استهلك الذبيحة. في حالة تدرج اللون ده من الوردي الفاتح إلى الأحمر الغامق أو نقول عليها فرخة محمومة أو ذبيحة محمومة إلى اللون الرمادي إلى وجود بقع وسسيات وقصور موجودة، يتم إعدام هذه الذبيحة ولا تستخدم تماما. النقطة الثالثة ممكن نبص عليها وهي فراوة اللحم. اللحم هو عبارة عن نسيج، فبالتالي في حالة إذا كان اللحم هش ويميل إلى أن هو يبقى كريمي وذات ملمس سفنجي أو فيه خاصية الامتزاز، فده معناه أن الذبيحة تعرضت لتجميد ثم فك ثم تجميد ثم فك، والأنسجة بدأت أنها تتشبع وتتشرب بجزء كبير جدا من المية، وده بيكسب اللحم طراوة يجعلها غير مستساغة بالنسبة لل المستهلك وبالتالي عمليات الفك ثم التجميد ثم الفك ثم التجميد دي بينشأ عنها نمو بكتيري يقلل من القيمة الغذائية بالنسبة للذبيحة، وبالتالي هذه الذبيحة تعدم. المعيار الرابع وهو الأهم والأصعب بالنسبة لي وهو الملمس.
من الطبيعي جدا ان الذبيحة يبقى ذات ملمس لزج، حالة ان انا حركت اصبعي او ايدي عكس نمو الريش او عكس مكان تواجد فصيلات الريش على جسمها. لو في حالة اللزوجة دي بعد الغسل بالماء الجاري لا زالت مستمرة، فده يدل على تأثر الذبيحة بعوامل خارجية مما يقلل من القيمة الغذائية والقيمة الاقتصادية لها، إذن فتستبعد تماما من الاستهلاك. في عندنا بعض الاحتضارات في التخزين مهمة جدا، ممكن نقولها للمستهلك والمواطن البسيط وممكن نقولها للمختص بلغة سهلة. أكيد طبعا. في البداية لا يتم تماما فك تجميد الذبائح وخاصة الدجاج بالمياه الدافئة، ولكن تفك بالمياه الباردة وتترك مدة معينة لحد لما يبدأ الثلج يذوب ويتساقط من على جسد الذبيحة بشكل. السؤال بقى معلش، عشان أنا واحدة من الناس اللي بتعمل نفس الموضوع ده السرعة بقى وكده، ليه غلط إن أنا أفكها بمية سخنة؟ ده غلط جدا الحقيقة. تأثر المياه السخنة بيبقى أسرع في عمليات التشبع بالنسبة للحم. في حالة غسل الذبيحة واللحم بمياه ساخنة بيبدأ عملية الامتزاز، تبدأ أجزاء من اللحم تتشبع بالمياه، وده بينتج عنه تهدل وفقد وترهل جزئي في اللحم مما يكسبه طراوة أكثر من اللازم، وده شيء مش محبذ بالنسبة لنا كمستهلكين. يعني هو بس بيأثر على الطعم ولكن ملهوش أي أضرار صحية، صح كده ولا أنا فهمه غلط؟ ملهوش أي أضرار صحية، ولكن يأثر على طبيعة اللحم، مش هيبقى اللحم متماسك أثناء عملية الطهي ولا أثناء عملية الأكل. تمام، يلا كمل. من الاحتضارات الثانية، إذا كانت كمية الثلج الموجودة على الذبيحة عند الفك كمية كبيرة جدا وتتقارب من كمية الثلج الموجودة داخل الحافظة اللي هي الثلاجة، لا يتم استهلاك هذه الذبيحة لأن تأثرها بكمية الثلج والتشبع بتاعها هيؤدي إلى فقد كبير جدا في القيمة الغذائية أيضا ليها. أيضا من الأمور المهمة جدا أثناء الفحص، في حالة وجود حروق تجميدية من الفك ثم التجميد ثم الفك ثم التجميد على اللحم وعلى العظام، نجد في معظم الأحيان صور متداولة على صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي بأن هذه الدجاج مسلطن أو هذه الدجاج حصل على جرعات من الهرمونات، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة نتيجة وجود في بعض الأنسجة وفي بعض العظام عظام الأرجل أشكال تشبه بعض البقع الدموية. هذا يعني يطلق عليه الحروق التجميدية، وده ناتج من الفك والتجميد ثم الفك والتجميد أو خطأ داخل المجزر المسؤول عن التجميد، وهو التجميد على درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المناسبة، لأن أنا عندي نوعين من نوع التجميد في المجزر، حاجة اسمها التجميد السطحي، حاجة اسمها التجميد العميق أو أنفاق التجميد العميقة. لو تم الاستعجال وعدم التريث في اكتساب الذبيحة لدرجة الحرارة المنخفضة ليها سوف يؤدي إلى نطلق عليه الحروق التجميدية التي توجد على اللحم وتوجد على العظام، ودي بيختلط فيها كتير جدا من المستهلكين في مصرنا الحديث. الحقيقة باشمهندس وحضرتك بتكلم على الصور الخاصة بالبقع الزرقاء على اللحوم وغيره، جاف بالي دلوقتي أو قدام عينيا كده فيديو شفته مبارح لأحد الأفراد مصوروا الفيديو خاص بدجاجة من الدواجن المستوردة بدون ذكر اسم شركة أو غيره، ولكن فعلا الفرخة لونها أزرق كلها والجناح كده أو الصدر الفرخة كله دم، فالموضوع فعلا اللي هو يعني مش مأز. ده حقيقة فنان، دي بتبقى حروق تجميدية أو بتبقى ساتجات نتيجة عملية التجميد الخطأ، نطلق عليها ساتجات أو بنطلق عليها باللغة العامية كدمات، نتيجة الخطأ في عملية التداول والخطأ في عملية التجميد والخطأ أيضا في عملية الكاتشينج التنسيق أثناء الطائر وهو حي، يحصل عملية تنسيق عشان هنقوله من الإسراع أو من الحظيرة إلى المجزر. طبعا مع الأعداد الكبيرة في التسمين بيربى بأعداد عشائر كبيرة جدا، فالعمالة أو الآلة المسؤولة عن عملية الحصاد الآلي، وفي آلات مسؤولة عن الحصاد الآلي خارج مصر وداخل مصر بشركات معينة والشيء بشيء أصفر، يعني بيبقى ليها القدرة على أن هي تقدر تعمل ستجات أو كدمات تؤثر على القيمة التسويقية
بالنسبة للذبيحة، أو السبب الثاني هي الحروق التجميدية اللي اتكلمنا عنها، وبتتدرج من بقع صفراء لبقع بيضاء دهنية إلى بقع خضراء. وأسوأ لاين هو البقع الرمادية أو البقع السوداء، وده دليل على أن الذبيحة متهالكة تماما وتصبح للاستخدام وتدخل خط إعدام ثانوي سريعا. مرارا وتكرارا هقول لحضرتك ربنا ينفع بعلمك يا رب، ويكون السادة المستمعين كمان سواء كان منتج مربي مستهلك اي حد بيسمعنا استفاد من الحلقة دي ومن المداخلة دي اللي فيها فعلا فعلا معلومات قيمة جدا، ويعني ربنا يزيد حضرتك من علمه يا رب. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا جدا للمستمعين راديو بتروتوداي، وشكرا جدا للمنصة الأكثر تخصصية في مصر لنا الحبيبة والوطن العربي بتروتوداي. شكرا يا باش مهندس، ميرسي لذوقك جدا، ربنا يعزك. شكرا شكرا، مع ألف سلام. مع ألف سلام مستمعينا، دي كانت آخر مداخلة معي في الحلقة النهاردة، مهندس أحمد فايد نائب مدير بشركة البنا جروب للإنتاج الداجني.